السلطان دوندي آخر حكام بغداد الجلائريون، تقتل الأمير بخشايش شريكها في حكم بغداد زوج ابنتها ليلة زواجه. الأيام الأخيرة للدولة الجلائرية في بغداد ودور السلطان دوندي آخر حكام بغداد الجلائريون وشريكها في حكم بغداد الأمير بخشايش، وكيف تولت قتله ليلة زواجه وقبل دخوله بابنتها، ذلك أن الدولة الجلائرية حكمت بغداد بعد الدولة الإلخانية دولة هولاكو خان وأبنائه، وقد تولت السلطة من عام 738 إلى عام 814 هجري، 1338 إلى سنة 1411 ميلادي، أي استمرت في حكم بغداد لمدة تزيد عن 70 سنة، وحكم فيها 8 حكام هم الشيخ حسن الكبير وابنه أويس وولديه أحمد وعلي، وأخيرا السلطان دوندي، ذلك أن السلطان أحمد الجلائري غادر بغداد لقتال أحد قادة قوة جديد ظهرت في تبريز، القرة قيونولو، أصحاب الخروف الأسود أو الشياه السود أو الرايات المحلات بالشياه السوداء، وترك في بغداد عائلته ومنهم ابن أخيه زوج دوندي ومعهم الأمير بخشايش ليتولى إدارة بغداد، لكن دوندي الشابة البارعة الجمال، وحيث أنها كانت شديدة الطموح قاسية القلب، تسلطت على الأمور في بغداد وقبضت على السلطة بيد من حديد، يساعدها في ذلك الأمير بخشايش التي عاشت حياة صاخبة، ذلك أن عمها السلطان أحمد قتل أخاه ووالدها السلطان حسين للوصول إلى الحكم، وعندما طردهم تيمور لانك من بغداد ذهبت مع عمها إلى القاهرة لطلب المعونة من حاكمها السلطان المصري برقوق الذي أعجبه جمال دوندي، فتزوجها وطلقها بعد أشهر قليلة، ولكنه أعادهم لحكم بغداد بعد ذلك، تزوجت من ابن عمها شاه ولد بأمر من عمها السلطان أحمد، ولموت السلطان أحمد فقد تولى زوجها حكم بغداد لأشهر، ثم قتل بتدبير منه حيث تولى حكم بغداد ابنه من زوجة أخرى ولم يكن مؤهلا، فتسلطت عليه واستبدت في حكم بغداد وأطلقت عليها المصادر لقب سلطانة. وعندما حاصرت قوات دولة القرة قيونولو بغداد لإسقاط حكم الدولة الجلائرية في بغداد، لجأت إلى إشاعة أن السلطان أحمد لم يمت وأنه حي وسيعود إلى بغداد، وكان ذلك من تدبير السلطان دوندي، وأخذت تروج ذلك بالاتفاق مع الأمير بخشايش، ووجدت هذه الإشاعة طريقها إلى سكان بغداد، خاصة وأن السلطان أحمد تعود على الاختفاء، وتمكنت السلطانة من كسب ود الشيوخ ومشايخ الصوفية، واستغل الأمير بخشايش هذه الإشاعات لتقوية مركزه في حكم بغداد. في إضعاف حكم السلطانة دوندي، وفعلا ضعف موقف دوندي لأنها تحتاج إلى دعم الأمير بخشايش بسبب عجزها عن إدارة بغداد، كونها امرأة ولم يتعود سكان بغداد أن تحكمهم امرأة، لذلك تطلع الأمير بخشايش للوصول إلى السلطة في بغداد والانفراد في حكم بغداد بدلا من السلطانة دوندي التي لم يكن حكمها مستحبا من أهل بغداد، ولكنه أخطأ خطأ كبيرا كلفه أن يدفع حياته ثمنا له، إذ أنه أعاد إلى السلطانة شيئا من سطوتها في بغداد وتقرب إليها عن طريق إبداء رغبته في الزواج من ابنة السلطانة، ذلك أن الأمير بخشايش أراد الانتساب إلى الأسرة الجلائرية عن طريق المصاهرة للتستر على أصله كونه كان غلاما من مماليك السلطان أحمد،
وعندما تقدم الأمير بطلب الزواج من ابنة السلطانة لم تتمكن من رفض الطلب، وتظاهرت بالموافقة ومداراة الموقف حتى تتهيأ الظروف المناسبة للتخلص منه، وقد تم تحديد يوم الزفاف، وأقيمت الأفراح بالمناسبة بعد أن استعادت شيئا من جبروتها في بغداد، باعتبار أن الأمير بخشايش حاكم بغداد سيكون زوجا لابنتها، وكان الأمير بخشايش يمني نفسه بالانتساب للعائلة الجلائرية الحاكمة. عند زواجه من حفيد السلطان وسليلة السلاطين الجلائريين الذين حكموا بغداد، لذا فقد أخذ يقضي وقته بالشرب بما حققه من جاه. وفي الليلة المحددة لدخوله على زوجته ابنة السلطانة، وما أن حان منتصف الليل وهم بالتوجه إلى مقره قرب مبنى القلندرية الصوفية على ضفة دجلة ليدخل على العروس، وكان يترنح من كثرة ما شرب من خمرة. وعندما هم بركوب فرسه حتى بادره أحد أعوان السلطانة التي أرسلته للقضاء عليه، بادره بالسيف وقطع رأسه ووضعه على رأس رمحه، وسار حاملا رأس الأمير بخشايش على الرمح وهو يسحب فرسه ليطوف به. واستمرت الأفراح ليس لأجل الزواج لأنه لم يتم، وإنما بسبب مقتل الأمير بخشايش حاكم بغداد الذي كان يزاحم السلطان دوندي في السلطة. وعندها تولت السلطانة بتعيين حاكم عسكري لبغداد هو الأمير عبد الرحيم الملاح، واستمرت السلطانة الترويج للإشاعة السابقة مع الأمير الجديد. لكن أمور بغداد ازدادت سوءا، فأعلنت أن السلطان أحمد سيعود إلى بغداد، وكثرت هجمات جيش القرة قيونولو على بغداد، وأعلنت إقامة الأفراح لمناسبة عودة السلطان غير الحقيقية، وانشغلت بغداد بالأفراح لمدة 3 أيام، وانتهزت السلطانة انسحاب جيش القرة قيونولو من حصار بغداد إلى بعقوبة لبعض الوقت، وانتهزت السلطانة فرصة انشغال أهل بغداد بتزيين مدينتهم وإقامة الأفراح، وحزمت أمتعتها وأموالها وما بقي من كنوز الجلائريين، وانسلت مع أولادها وأفراد حاشيتها في منتصف الليل بواسطة المراكب في نهر دجلة إلى واسط، ومن هنالك ذهبت إلى مدينة تستر في فارس. أخذنا هذه القصة والرواية من عدة مصادر، وأتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم بهذه القصة التاريخية لمدينة بغداد أو العراق بشكل عام.